بنصبح لحضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ميرنا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أخبار الطقس النهاردة إيه؟ إحنا النهاردة طبعا هنبدأ نشعر بارتفاع خفيف جدا في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، هيكون بمعدل درجة لدرجتين عن الأيام الماضية، لأن هيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وخاصة فترة الظهيرة، فبالتالي هنحس إن درجات الحرارة فيها ارتفاع، ويمكن كمان هيكون على مدار هذا الأسبوع ارتفاع في قيم درجات الحرارة بمعدل من درجتين لثلاث درجات، لأن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى هتكون 34 درجة مئوية، لكن طبعا هي مش ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، فبالتالي هنحس بالأجواء الحارة فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط وأيضا محافظات شمال الصعيد، أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء داخل فترات النهار، لكن مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس هيستمر معانا إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، واللي بيكون ملحوظ أكتر في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، لأن فترة الليل بقت طويلة بيبدأ يحصل انخفاض في درجات الحرارة بالشكل الكبير، وبدأنا نحس إن درجات الحرارة فترة الليل وخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر منخفضة بالشكل الكبير. أجواء لطيفة تماما في معظم محافظات الجمهورية، الصغرى هتظل 24 إلى 23 درجة مئوية على المناطق الشمالية خلال فترات الليل، خاصة كمان إن في بعض الأماكن من الجمهورية زي السواحل الشمالية الغربية وسيناء وبعض المناطق من شمال الصعيد هيكون عليها نشاط نسبي للرياح، هو مش نشاط قوي للرياح، هو نشاط نسبي هيقلل إحساسي بنسب الرطوبة اللي بتبقى موجودة في الجو، فبالتالي هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة خاصة فترات المساء وساعات الليل. الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة معانا خلال فترات الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر، واللي بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي ممكن تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، يعني كثيفة يعني ممكن الرؤية تنخفض بشكل ملحوظ، فلازم ناخد بالنا، لكن هي إن شاء الله يعني تتلاشى أو تختفي مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا الساعة 7-8 صباحا تدريجيا الشبورة المائية هتبدأ تختفي، الرؤية الأفقية هتتحسن على أغلب الطرق، ويمكن الحمد لله الأحوال الجوية اليوم مستقرة تماما في معظم محافظات الجمهورية، وتكون كمان مستقرة على مدار هذا الأسبوع كله، يعني ما فيش أي تقلبات جوية الحمد لله، هي الشبورة المائية هي مكملة معانا على مدار هذا الأسبوع كله، وفقط الارتفاعات الطفيفة جدا في قيم درجات الحرارة. فعشان كده احنا هننصح كل قائد المركبات والمسافرين على الطرق لازم تكون القيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر أثناء تكون الشبورة المائية، مهم كمان ان احنا بقدر الإمكان فترة الظهيرة نتجنب فيها أشعة الشمس المباشرة، لأن تعرضنا لأشعة الشمس ممكن يخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى. بالإضافة كمان مهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجوية، لان احنا خلاص اليوم بدأنا فصل الخريف. صحيح بالضبط، فصل الخريف دايما معروف بتقلباته الجوية الحادة والسريعة والتغير الكبير في خرائط الطقس من يوم للتاني. طيب يا دكتور، انا كنت لسه يعني هسأل حضرتك عن تقلب الطقس، يعني امبارح كان في توقع بانه هيكون في امطار بالليل، ده هيفضل مكمل معانا ولا لا؟ هو ما فيش اي توقعات لفرص الامطار تماما في اي منطقه من مناطق الجمهوريه ولا امس ولا حتى كمان اليوم وعلى مدار هذا الاسبوع كله، لان احنا في مرتفع جوي بيأثر علينا في طبقات الجو العليا، المرتفع ده بيمنع تكون السحب اللي ممكن تأثر علينا بوجود امطار، فبالتالي ما فيش اي فرص لسقوط الامطار الحمد لله، وزي ما قلنا هي الظاهره الجويه الوحيده اللي معانا اليوم وعلى مدار على الاقل 72 ساعه قادمه ان شاء الله هي الشبوره المائيه. لكن الشبورة المائية في فصل الخريف ككل بتبدأ كثافتها تزيد، يعني تبدأ تأثر على الرؤية الأفقية مش زي الشبورة اللي احنا كنا بنشوفها في فصل الصيف. بالإضافة كمان زي ما قلنا في الأول الخريف بيحصل فيه بعض التقلبات الجوية، عشان كده احنا بنقول مهم ان احنا يوميا قبل ما نخرج من البيت يبقى عندنا ثقافة متابعة النشرة الجوية. صحيح.
دكتورة منورة غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. دلوقتي خلونا نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. خلينا نبدأ بمحافظة القاهرة واللي هتسجل في العظمى 34 درجة والصغرى 25، العاصمة الإدارية 34-25، الأسكندرية 31-23، العلمين الجديدة 30-22، ومطروح 30-20. أما بالنسبة لمحافظة دمياط فهتسجل العظمى 31 درجة والصغرى 25، بورسعيد 31-25، والإسماعيلية 35-24. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى هتسجل 34 درجة والصغرى 24، العريش 32-25، سانت كاترين 32-16، وطابة 34-25، وبالنسبة للحلايب فالعظمى هتسجل 34 درجة والصغرى 27. بالنسبة للشلاتين فالعظمى هتكون 37 درجة والصغرى 27، شرم الشيخ 37-27، الغردقة 37-26. أما بالنسبة للفيوم فدرجة الحرارة العظمى هتسجل 35 درجة والصغرى 24، بني سويف 35-23، الوادي الجديد 39-24، أسيوط 36-23. أما بالنسبة لسوهاج فالعظمى هتسجل 36 درجة والصغرى 23، إنا 39-25. بالنسبة للأقصر فالعظمى هتكون 40 درجة والصغرى 25، أسوان 40-26. دلوقتي انتهت درجات الحرارة، خلونا نرجع لجمانة وأحمد. شكرا لك. شكرا جزيلا يا ميرنا.